معقول الدل الشوارع فاضية؟ معقول بلشت نهاية العالم أم بلشت شي جديد؟ معقول عم نتقاصص أم نحن عم نقاصص حالنا؟ معقول وقف الوقت أم نحن بس وقفنا؟ أكبر عدو هو الوقت، بيمشي وما بيوقف وما بيرجع لورا، وهلأ في غير عدو. فإننا لا نزال في عين العاصفة متوهمين أننا أقوى من هذا الفيروس الخبيث، فيروس الكورونا. عدو إجا ليعطينا أكتر وقت، وقت لنصلح، لنفكر، لنراجع حالنا، أم لنضيع أكتر وقت. ما بيكفي أنك عايش بلبنان، سلطة سيطرت على ماضيك ونهبت مستقبلك، مصارف استغلت ضعفك وجابت أجلك. على الآن بين قلبك وعقلك، بين وطنك وطيفتك، على الآن ما فيك تسافر، على الآن بأفكارك عم تنسى أحلامك لأنك عايش كابوس. والأسئلة كتيرة، كيف في أمن عائلتي، أمن مستقبلي، كيف اللي راح فيه عوضه؟ هل هيدا امتحان عم نقطع فيه؟ وإذا امتحان كيف عم نعمل لهلأ؟ بس اللي ما بيقتلك بيقويك، وقوتك إنك تفهم ضعفك. اللي ما كان عارف قيمة نفسه هلأ صار يعرف، اللي ما كان عارف قيمة اللي بحبهم هلأ صار يعرف، اللي ما كان عارف لشو عايش هلأ صار يعرف.